تواصل دولة قطر انفتاحها الاستراتيجية الفاعلة والموثوق على مختلف عواصم القرار الدولي، فقد استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الديوان الأميري فخامة رئيس جمهورية إيطاليا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأحداث في المنطقة. على صعيد آخر، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، نقلها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتتصل بدعم العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين. وقد اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الزيارة مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وأيضا مع سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، حيث تم استعراض علاقات التعاون الثنائي والمواضيع المشتركة. هذا وتواصل دولة قطر مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة ومتابعة مختلف التطورات المتسارعة. وفي هذا السياق قام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة إلى العراق الشقيق، حيث بحث المستجدات على الساحة الإقليمية وسبل التهدئة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها من خلال سلسلة لقاءات استهلها بلقاء مع فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح، وأيضا مع دولة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال العراقي وسعادة رئيس مجلس النواب وسعادة وزير الخارجية العراقي. تأتي الزيارة في ظل ظروف حرجة تمر فيها المنطقة، وطبعا العراق تأتي في مركز هذه الأحداث. جاءت هذه الزيارة للتباحث مع أخي معالي الوزير ومع القيادة العراقية حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأيضا التأكيد على أهمية خفض التصعيد وإدارة الأمور بحكمة وإبعاد العراق أن تكون ساحة لهذه الصراعات السياسية والتصعيد في منطقتنا. كما بحث سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في أربيل مع كل من رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس الوزراء في الإقليم تعزيز التعاون، لتواصل الدبلوماسية القطرية حيويتها الداعمة لأسس العيش المشترك والحوار والتعاون ترسيخا للقيم المشتركة.